وينضم الي من مدريد الدكتور صلاح قيراط، استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، مرحبا بك. بدايه يعني كيف يمكن قراءه هذا المشهد بعد رفض قاده الانقلاب باستقبال الوفد الاممي وما تداعيات ذلك؟ الواضح ان قاده الانقلاب مصرون او عازمون على ما كانوا قد قاموا به والمضي به اماما. كل الزيارات التي تمت وكل المقترحات او حتى التحذيرات ربما لم تؤخذ بعين الاعتبار. دعونا نذكر فقط ان وزير الدفاع السابق لنيجيريا مع اثنين اخرين حاولا زياره النيجر فعلا ومنع خروجهم جميعا من المطار والتقوا مع ضباط عسكريين قليلي الرتبة، وبالتالي كان الحوار غير مجد. حتى نائب وزير الخارجية أو شخصية ثانية بالخارجية الأمريكية وصفت المناقشات التي تمت مع العسكريين بأنها كانت صعبة. وزير خارجية أمريكا يبدو أنه قال ما هو واضح وصريح وقد التقطه الانقلابيون فعلا أن الحل السياسي هو المقدم. بكل هذه السياقات البادي أن العسكريين في النيجر كانوا قد قرأوا الخارطة السياسية والعسكرية لمنظمة إكواس وتصرفوا من خلالها، سيما أن مجلس الشيوخ في نيجيريا صحيح أنه لم يرفض لكنه لم يوافق على طلب من الرئيس لأن تشارك القوات النيجيرية أو تفتح الحدود النيجيرية عمليا في سياق عمل عسكري ترغب به القيام به هذه الدول. مع كل هذا وذاك نلاحظ أن بعض الدول وقفت علنا أو قالت علنا أنها ستدفع بقواتها إن هو حدث غزو إلى النيجر. الدول المحيطة ليبيا، تشاد، الجزائر، ولعل موقف الجزائر والذي كان أكثر وضوحا وصراحة عندما قال الرئيس الجزائري نرفض مطلق وقاطع يعني تكون هناك أي. دكتور صلاح، كيف يمكن قراءة مثلا تصريحات نيجيريا اليوم من الخيار العسكري إلى الحوار وتفضل الحل الدبلوماسي؟ كيف يمكن يعني قراءة هذه التقلبات أو التغييرات على الأقل في الموقف من هذا الانقلاب؟ نعم سيدي، هذا ما جعلني أقول لكم منذ لحظات أن الانقلابيين كانوا قد درسوا الخارطة السياسية والعسكرية وكل التصريحات التي تظهر من هنا وهناك في دول المجموعة الأفريقية الساحلية وعددها 15 دولة. يعني المجلس النيابي أو مجلس الشيوخ في نيجيريا عندما يقول بما معناه أن الجيش ليس في جاهزية للقيام بعمل عسكري خارج الحدود، سيما أننا نعاني من بوكو حرام وجماعات إرهابية أخرى، وأن الجيش ليس في بقدرته أن يضبط الأمن الداخلي وأن يكون عنده عمل خارج الحدود. في كل هذه السياقات وضح تماما للانقلابيين أن العمل العسكري إلى حد ما مستبعد، سيما أنهم كانوا قد أعطوا فترة قصوى غايتها يوم أول أمس ليعود الانقلابيون عن انقلابهم وعادوا وقالوا سنعطي فترة أخرى ليوم الخميس القادم. في كل السياقات يبدو أن هؤلاء مصرون وعازمون على ما كانوا قد قاموا. أشكرك جزيلا الشكر دكتور صلاح قيراط، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من مدريد. أشكرك جزيلا الشكر على هذه المداخلة.